السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه الملاي. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، هات نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفيعنا يا مدين محمد صلى الله عليه وسلم. شايفين الجمال والحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. حاجه في منتهى الجمال. الطير ساعه ما بيشوف صاحبه تلاقوه هجم عليه بطريقه جميله جدا جدا، لان عارف ان صاحبه جايب له الاكل وجاي، فهو عشان كده تلاقيهم بيتلموا حوالين منك وبيعملوا صريخ وبيصوتوا، عشان عارفين ان انت داخله عندهم مش عشان تبص عليهم، انت داخله عشان تجيب لهم اكل وشرب. فربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين، ويرزقنا جميعا الخير ان شاء الله، ويبارك ليا ولكم امه محمد اجمعين. النهارده حبيبه قلبي هعمل خلطه جميله جدا جدا. الفطير بتاعتي فيها مكونات كتير جدا جدا، انا حبيت اجمع المكونات كلها في وجبه واحده او في خلطه واحده، لان حاجه في منتهى الجمال، لان عايزه احسن مناعه الفراخ والسمان اكتر واكتر، عشان بس ايه دول هيطلع منهم شغل بره، فما ينفعش ان الحاجه بتاعتي يبقى فيها اي عيب، ان حد يتكلم ورايا او حد يزعل من شغلي، فانا مش حابه الكلام ده. انا باكل كميات علف بسيطه جدا جدا، عشان برضو لو رحت في اي مكان يبقوا متعودين على حاجه معينه، ما يكلفوش ايه الناس اللي هيروحوا عندهم، ما يكلفوهمش كميه علف كبيره. النهارده حبيب قلبي معايا مكونات جميله جدا جدا، ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين، وكل حاجه لها فايده وليها وضع تاني خالص، فربنا يبارك ليا ولكم امه محمد اجمعين. معانا اول حاجه هنا فلفل حار وفلفل حلو، الاثنين مع بعض يا حبيب قلبي، ومعايا جزر، ومعايا ده بتاع برتقال وسفندي، ومعايا بصل وفجل، ومعايا بنجر او شمندر زي ما الناس بتقول، ومعايا طماطم. معانا هنا ست مكونات، حاجه في منتهى الجمال وفي منتهى الحلاوه، حاجه روعه، او سبع مكونات عشان معانا ايه فجل وبصل مع بعض. فربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين. معايا هنا كميه من الرز الابيض المطبوخ اهوت، ومعايا كميه من العلفه، هضيف المكونات دي كلها على الرز وعلى العلفه، حاجه في منتهى الجمال وفي منتهى الروعه. الجزر يا حبيب قلبي، لو انتم مفكرين ان الجزر حاجه محطوطه بس وخلاص على العلف، لا، الجزر جميل جدا جدا. لو عندك فتره التزاوج للطيور بتحط الجزر، بيزود الخصوبه وبيزود من انتاج البيض، بس اهم حاجه بالنسبه للكتاكيت الصغيره في الجزر، الجزر ده بيخلي الريشه بتاعه الطير تبقى تلمع معاكي جدا جدا، وبتخلي لو في عندك دمعه عين بيمنع دمعه العين، لان حلو جدا جدا. مش بقول لك الجزر بيقوي النظر، يعني اسمع في المثل يقول لك الجزر بيقوي النظر، ما هو مش مثل وخلاص، لا، الجزر حلو جدا جدا بالنسبه لدمعه العين. يعني لو الطيور بتاعتك خايفه عليهم من دمعه العين فصل الشتاء، حطي جزر لطيورك، حط لهم كل يوم، عايز تحطي كل يوم مش هيضر في اي حاجه. الجزر جميل جدا جدا بالنسبه للطيور الصغيره، زي ما قلت لك بيخلي الريشه بتاعت الطير بتاعك تلمع جدا جدا، بتبقى سايحه وبتلمع، لان الجزر جميل جدا جدا بالنسبه لفتره تكوين الريش للطيور، وايه وبيمنع دمعه العين. فربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين. وبالنسبه للطيور الكبيره بيساعد على تكون عنقود البيض، وحلو جدا جدا للخصوبه، حاجه في منتهى الجمال وفي منتهى الروعه، فربنا يبارك ليا ولكم امه محمد اجمعين. بالنسبه للبنجر، البنجر رافع مناعه حلو جدا جدا، وبيرفع مناعه الطير عندك يعني بطريقه جنونيه حلوه والله العظيم، وايه هو بيزود في الوزن معاكي في نفس الوقت برضه، فربنا يبارك للجميع يا رب. البصل والفجل، الفجل زي ما قلت لكم حلو جدا جدا للكساح، بيمنع الكساح يا حبايب قلبي، الفجل بيمنع الكساح عند الطيور، يعني لو خايفه على طيورك من الكساح حط لهم فجل، لان في اعلى نسبه املاح، الفجل في اعلى نسبه املاح. والبصل مضاد حيوي ورافع مناعه، والفجل برده مضاد حيوي ورافع مناعه ومضاد للجراثيم واي مكروب، خايفه على طيورك منه حطي فجل او في ايه او لفت. ورق الفجل، الفجل وورق اللفت جميل جدا جدا للطيور. معانا ايه تاني؟ البرتقان والسفندي، حاجه في منتهى الجمال وفي منتهى الروعه، بترفع المناعه بتاعت الطير بتاعتك، وفيها كالسيوم عالي جدا جدا، وفيها فيتامين عالي، وفي نفس الوقت بتدي للطير بتاعك طاقه بالتدفئة. يعني لو الطير بتاعك خايف عليه من الشتاء، حطي ليمون وحطي فلفل حطي سفندي، الحاجات دي كلها جميلة جدا جدا للطيور بتاعتك، هتخلي مناعتهم كويسة. الفلفل زي ما انتم عارفين سواء حر او حلو بيقتل اي مكروب في جسم الطير، الفلفل الحار بيقتل اي مكروب في جسم الطير، وفيه نسبة مضاد سموم عالية جدا جدا، يعني حلو مضاد سموم عالي جدا جدا، فيه املاح، فيه فيتامينات، فيه مضاد حيوي ورافع مناعة. الفلفل والطماطم الاثنين نفس بعض، مضاد سموم ورافع مناعه ومضاد حيوي وقاتل للجراثيم، حاجات كلها في منتهى الجمال. لو انا ناسي حاجه حبيب قلبي هتلاقوها برده معاكم في الفيديوهات السابقه، لان انا شغاله في كل الفيديوهات بتاعتي خلطات جميله جدا جدا بنفس الايه المستوى ونفس الايه العمل برده. الرز زي ما انتم عارفين فيه نسبه نشويات عاليه جدا جدا للطيور، فهي محفز جامد جدا للطيور مع العلفه، هيرفع من الوزن بتاعهم ويرفع من البروتين عندهم، فحاجه كلها في منتهى الجمال. الوجبه بتاعتنا ديت بصوا جباره والله، وجبه جباره حلوه جدا جدا، ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين، ويرزقنا جميعا الخير ان شاء الله. لو انت مش قادره على علف طيورك، اعملي كل يوم لهم خلطه زي اللي انا عاملاها ديت، هتحطي عليها طبق رز
وتحطي عليها طبق من العلفه هتعملي لك اكبر وجبه. شايفين الوجبه اللي انت شايفينها دي كلها؟ انا هعلف منها البط وهعلف منها الفراخ، حاجه في منتهى الجمال وفي منتهى الحلاوه، واعلى نسبه بروتين واعلى مضاد حيوي واعلى من روافع مناعه موجوده معانا، وكالسيوم وفيتامين ومضاد سموم، حاجات كلها في منتهى الجمال. انسي طيورك ان يدخل عليها اي مكروب او اي عدوى للطيور بتاعتك، ما انتش محتاجه اي حاجه تاني بعد الخلطه دي، لان فيها مكونات عاليه جدا جدا، جميع الادويه اللي انت محتاجاها للطيور بتاعتك من كالسيوم لفيتامين لمضاد حيوي ورافع مناعه مضاد سموم املاح، كل حاجه موجوده في الخلطه دي. حاجه لدمعه العين للكساح لكله، كله موجود معانا في الخلطه اللي موجوده معانا ديت، لانها شامله كل حاجه. يعني انا جمعتها كلها في خلطه واحده، انا كان ممكن اعمل كل نوع في خلطه واعمل عليه فيديو، لا انا مش حابه بقى ان انا اعمل ايه في الفاضي كده، انا جمعت الخلطه كلها والمكونات كلها في خلطه واحده اهوت، وهنقدمها للطيور بتاعتنا حاجه في منتهى الجمال، وهتخلي الطيور بتاعتنا حاجه روعه جدا جدا. نعرف البط بتاعنا الاول وبعدين نوزع اللي فاضل على الفراخ. شايفين البط بتاعي؟ بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، كلها مكونات بسيطه. ايه اللي بقدمها للطيور بتاعتي؟ شايفين ورق الزيتون؟ اكلوا منه كميه ما عادش منه ولا حاجه بسيطه، يعني كنت حاطه لهم ورق الزيتون ليله امبارح، شايفين ما عادش الا كميه بسيطه، مش هرميها، هسيبها برده على العلف هياكلوها. فربنا يبارك يا رب لي ولك امه محمد اجمعين، ويرزقنا جميعا الخير يا رب ان شاء الله، ويبارك لي ولك امه محمد اجمعين. كنت غاليه لهم زيتون امبارح، ورق الزيتون، وحاطه لهم في منتهى الجمال والله العظيم، حاجه كلها جميله جدا جدا. هي اللي مش متابعنا على جزء القنوات يا ريت تتابعنا على جزء القنوات، هتستفادوا لان كل قناه عليها حاجه معينه، فهتستفادوا جدا جدا. فربنا يبارك فيه الجميع ان شاء الله ويرزقنا جميعا الخير. كده احنا علفنا البط بتاعنا، نبدا نعلف الفراخ لان هم ما عندهمش صبر، وفعلا هم جعانين اصلا، هم فعلا جعانين، فانا هعلفهم عشان بس ايه، حرام ان انا اعذبهم. ابدا بقى اوزع العلف على الايه العلافات بتاعتهم او اطباق العلف عشان بس ايه ما اطولش عليهم كده، لان هم فعلا جعانين. ربنا يبارك يا رب احجام الفراخ بتاعتي، رغم ان هم مش عمر واحد بس احجامهم جميله جدا جدا. ربنا يبارك ليا ولكم محمد ان شاء الله، ويرزقنا جميعا الخير اللهم امين. بس ايه بتسقيها كده وعبي بيها عشان اوزع عليهم كلهم. هو كده انا هعلفكم كلكم والله، مش هسيب حاجه، هعلفكم كلكم، مفيش حاجه فيكم تزعل ابدا. والله عندي فراخ بلدي، اللي يشوفها يقول ده هجين، يعني اللي يشوف الفراخ البلدي عندي يقول عليها هجين، لانها بسم الله ما شاء الله. عشان الخلطات اللي انا بعملها لهم الفتره اللي فاتت، كنت بعمل معاكم بطاطا وعيش على العلفه، وكانت الفراخ بتاعتي حيويتها عاليه جدا جدا بسم الله ما شاء الله. الفراخ الكبيره لما البطاطا خلصت من عندي لقيتهم واقفين زعلانين جدا جدا ان انا ايه قطعت عنهم البطاطا، بس انا فعلا والله ما عادش عندي بطاطا، واصلا انا زعلت من الولد بتاع البطاطا لما جاب لي البطاطا كلها شرب اخر مره، رن امبارح على ابو ليلى قلت له انا مش عايزه منه حاجه، لان انا فعلا يعني الحاجه ديت انا بشتريها بفلوس، فعشان اخدت منك مره واثنين وثلاثه وامنت لك ان انت تغشني وتديني حاجه وحشه، فزعلت منه المره اللي فاتت، فقلت له لا، قال لي الواد يرن عليا بتاع البطاطا، قلت له انا مش عايزه، قلت له انا مش عايزه. فربنا يهدي الجميع، مش عشان ان انا قلت لك انت بقى تغشني، يعني خدت منك مره واثنين وثلاثه وما اتكلمتش وراك في حاجه وقلت لك حاجتك كويسه، تيجي اخر مره بقى اخد منك تديني البطاطا كلها شرب، الطين يا حبيب قلبي بيوزن. فهو بقى حسب عليا ميزان، قال لي في السعر وحسب عليا ميزان بشربها في حلقه. فربنا يهدي الجميع يا رب، ربنا يهديهم جميعا. شايفين حضراتكم مليت العلافه، شايفين لهم الاطباق بتاعتهم اللي موجوده، وعلفت البط بالكميه اللي انا عملتها دي كلها بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا يبارك يا رب لي ولكم امه محمد اجمعين، ويرزقنا جميعا الخير ان شاء الله، ويبارك للجميع. زي ما انتم شايفين حضراتكم الوجبه اللي قدمتها للفراخ وللبط، وجبه بسيطه جدا جدا، ما كلفتنيش كميه علف كبيره، حوالي عن 2 كيلو علفه، علفت البط وعلفت الفراخ، كان معانا حوالي عن كيلو رز مطبوخ، يعني هو في بعد ما انطبخ كده يجي له كيلو رز، انما هو لو طري يعمل له نص كيلو. كيلو رز مطبوخ مع 2 كيلو علفه، مع كميه الخلطه الكبيره اللي انا قدمتها معاكم ديت، بصل اخضر وفجل وجزر وفلفل حلو وحار وبرتقان وسفندي، وايه تاني يا رب، اللهم صل على سيدنا محمد، انا نسيت، وبنجر وطماطم، حوالي عن 7 مكونات، حاجه في منتهى الجمال جدا جدا والله العظيم، بتفيد الطيور وبتزود معاكي في نسبه العلف، وفي نفس الوقت هتخلي الطير بتاعك مناعته عاليه جدا جدا. زي ما قلت لكم في اي فيديو بتكلم معاكم فيه بقول لكم كله الا روافع المناعه، روافع المناعه هي اهم حاجه في تربيه الطيور، رفعت مناعه الطير بتاعك انسى ان الطير بتاعك يحصل في اي حاجه، لا اسهال ولا برد ولا كساح ولا اي حاجه، طول ما مناعه الطير بتاعتك كويسه جدا جدا، بعد كده كل حاجه تهون وبيبقى علاجها بسيط جدا جدا.
اهم شيء مناعه الطير يا حبايب قلبي، لان انت هترفعي المناعه يبقى الطير بتاعك صحته جيده جدا جدا وسليمه، مفيش فيها اي مشاكل، لان كل حاجه احنا بنقدمها للطير بتاعتنا فيها منشط عامل الكبد، الكبد سليم يبقى الطير بتاعك سليم مفيش فيه اي مشكله. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب ويحسن ما بين ايدينا انا وانتم وامه محمد اجمعين. البط بتاعي بسم الله ما شاء الله اتلم على العلف، مجرد ما شافوا التليفون دوروا الجري من على العلف. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله ويرزقنا الخير اللهم امين، ويبارك ليا وليكم. وبكده حبايب قلبي اكون وصلت معاكم نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. بالله عليكم لو بتستفادوا مني باي معلومه ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.